كما كنعرفوا اليوم هذا النقاش الدائر في وسائل التواصل أو في مواقع التواصل الاجتماعي حول ما يروج بأن هناك إلغاء اللائحة الوطنية للشباب. أؤكد لكم أن اليوم إلى حد الآن ما كاينش شي خبر تيقول بأنه الإلغاء، لأن اليوم كيكون كاينه مشاورات ما بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، ولحد لحد لحد العلم ديالي بان الامناء العامين ديال الاحزاب السياسيه مع وزاره الداخليه ما توصلوش لواحد واحد واحد التوافق بالنسبه لهذه النقطه هذه. اذا وزاره الداخليه غادي ترجعها للبرلمان، وهذا هو العرف. من بعد البرلمان هو اللي كيقرر واش غيتم القبول ديال الحذف ديالها ولا الابقاء عليها. حنا كشبيبات حزبيه كنعتبروا بان هذه المساله ولا هذا النقاش الدائر في وسائل التواصل الاجتماعي بان هذه اللائحه ريع، كنقولوا بان ماشي ريع، لان الشباب اللي قبل منا في 2011 اللي اخر ولا اللي ناضل على الاحداث ديال هذه الاليه المؤقته، لان الدستور في الماده 31 من الدستور المغربي قال بان على السلطات المغربيه لاشراك الشباب في العمليه السياسيه وفي اقحامهم في المجالس المنتخبه. هذه اليه مؤقته الى حين اننا نوصلوا لواحد الامكانيه بان الشباب يقدر يترشح في المجالس المنتخبه بشكل مباشر بدون كوطا. ولكن اليوم بالعكس كنعرفوا بان الا بغينا نترشحوا في الانتخابات، الا خدينا شاب كما كان نوعه وغنقولوا له يمشي يترشح مثلا في واحد الدائره اكس او واي، ما غيمكنش له، لان اولا ما عندوش الامكانيات الماليه باش يمول الحمله، ثانيا لان كاينين اباطره انتخابات وكاينين اعيان ديال الانتخابات، وثالثا كنعرفوا الطريقه كيفاش كدوز، وما يمكنش الشباب يترشحوا ويدوزوا بالطريقه المباشره. اذا هذه الاليه كنسميوها تمييز ايجابي، كتخول الشباب باش يتمثل داخل البرلمان. اليوم كنعرفوا المرافعات ديال البرلمانيين الشباب داخل البرلمان هما اللي كنلقاهم في اللجان اللي كتكون اللي كتناقش المشاريع ديال القوانين داخل البرلمان، عكس باقي البرلمانيين الاخرين اللي كيدوزوا في اللوائح المباشره اللي ما كنلقاهم غائبين. اذا كنلقاو غير الشباب هما اللي كيترافعوا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، واش اليوم كنتصوروا برلمان ديال 2021 بدون شباب؟ لأن إلا مشينا تلغينا اللائحة الوطنية غدا غنلقاو في برلمان فيه شيخوخة. هذه وحدة. حنا كشبيبة استقلالية قدمنا واحد المذكرة بمعية الشبيبات الأخرى تنقولوا بأن اليوم خاص من غير الآلية ديال هذا التمييز أو التمكين السياسي بالنسبة للشباب، كنقولوا بأن خاص تكون واحد الآلية أخرى لتعزيز التمثيليه اكثر للشباب في المجالس المنتخبه كالجماعات المحليه كالمجالس الاقليميه كالمجالس الجهويه كالغرف المهنيه ومؤسسه الحكامه. هذه نقطه مهمه. وكنشوفوا هذه القضيه اللي كيقولوا بعض المغاربه في الفيسبوك في التويتر تيقولوا بانها لائحه ريعيه. هذه ماشي لائحه ريع، ماشي لائحه الريع، ولكن الطريقه باش كتدبر هذه اللائحه هي اللي كنحسبوها ريع. علاش؟ لأن هناك بعض الزعماء السياسيين وبعض الأمناء العامين للأحزاب السياسية سامحهم الله كيجيبوا أولادهم وكيجيبوا خوتهم كيجيبوا بناتهم كيجيبوا أبناء العمومة ديالهم وكيحطهم في هذوك اللوائح. اليوم خاصنا نقطعوا مع هذه الممارسات لا أخلاقية داخل الأحزاب السياسية، وخاصنا نخليو المصير ديال الشباب يقروا فيه الشباب عبر هيئات تقريرية ديال الشبيبات الحزبية اللي هو المجلس الوطني أو المجلس المركزي أو اللجنة المركزية للشبيبات الحزبية. وشكراً.